بداية أخبارنا مع الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، واللي أنهى استعداداته لمباراة كجدة الجزائري في نصف نهائي كأس الكؤوس الإفريقية المقامة في الجزائر. فريق يد الزمالك هيلعب مع أمل كجدة بكرة الساعة 9 على صالة المركب الأولمبي في مدينة وهران الجزائرية. تدريبات النهاردة شهدت حالة من التركيز على جميع اللاعبين والجهاز الفني بقيادة كابتن مجدي أبو المجد، واللي شاهد طبعا مع اللعيبة أكتر من تسجيل لمباريات فريق أمل سكيكدا الجزائري لتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق الجزائري. يد الزمالك كانت اتأهل لنص النهائي بعد ما تصدر المجموعة الثانية في الدور الرئيسي بالعلامة الكاملة. إن شاء الله الفريق يحقق الفوز ويتأهل للنهائي ويحقق اللقب بإذن الله للمرة الثالثة على التوالي والثامنة في تاريخ الكوماندوز. دي يمكن أهم وأبرز أخبار كرة اليد.